عندنا سؤال اختياري، احنا قلنا يعني براحتكم تحبوا نقسمكم فريقين وتلعبوا جيم ضد بعض ولا ما تحبوش؟ فعلا هنا هتلعبوا معاهم ولا لا؟ انا ممكن العب؟ ممكن العب. طيب احنا هنعمل فريق الف وفريق ب، سيدا وتلتا. تقسمهم في المعرض عندنا سيدا وتلتا عشان ممكن اقول حاجه. عشان احنا مجموعه دلوقتي يعني في ناس شغاله وناس هنا. طيب سيتا من هنا من عند حضرتك ودلتا من عندك. فريق سيتا عايزين اغنيه لها علاقه بالكتاب او الجواب او الرساله او الخطاب او المخطوط. ابعت لي سلام قبل اي كلام. دي اغنيه مين؟ ما تكمل. عبد الحليم حافظ. عبد الحليم حافظ، واجابه صحيحه. اغنيه جواب لعبد الحليم حافظ، برافو عليكي. وعلى فكره دي من كلمات بص جميل عزيز اللي احنا بنحتفل بذكراه. تاني في جوابات تانية؟ كتاب حياتي يا عين. كتاب حياتي. طب بص، وفي فريق سيتا، فريق سيتا لو غنيتولي كتاب حياتي يا عين هتاخدوا دبل سكور. نقطتين. اغنيه ماشيه مع معرض الكتاب، كتاب حياتي عين في معرض الكتاب. نقطتين اخذوها بمجهود، اخذتوها بمجهود يعني مستحق. دلتا اذكر فيلم ماخوذ عن روايه. قصر الشوق. الفيل الازرق. تراب الماس. كيرة والجن. كيرة والجن. كيرة والجن. كل احمد مراد. ها. اللص والكلاب. تراب الماس. محفوظ. انت جامد. اللص والكلاب. طب اصعبها شويه وتاخدوا دبل سكور برضو. هنقول فيلم ماخوذ من روايه اجنبيه. هانجر جيم. هو كلها حاجات هو صح، بس يعني كان نفسي تقولوا بقى حاجات الادب الروسي بقى. انا كارمينا بقى تولستوي و... ماشي اخدتوا نقطتين. تمام تمام. السؤال هنا. حاضر يا فندم. ما هي اكبر مكتبه في العالم؟ مكتبه الكونجرس الامريكي. مكتبه الكونجرس الامريكي. استاذ مصطفى سؤالكم هنا مش سهل. اول معرض كتاب من معرض القاهره الدولي كان سنه 1969. واجابه صحيحه. عشان احنا بنقول لهم كمان تاريخ المعرض، احنا عندنا في التدريب بتاعنا تاريخ المعرض. هنسأل، واضح انهم مذاكرين. اغنيه اغدا القاك لست ام كلثوم كانت من تاليف الشاعر. دي ما كانتش في الاورينتيشن. دي ما كانتش في ال... ثم لو فكروا شويه سهله. ها خليهم يتداولوا. ايوه أغدا ألقاك يا خوف فؤادي من غدي. طب هسهلها لك شوية. هو شاعر مش مصري، هو شاعر سوداني. ناخدها هنا ضابط. كم أخشى غدي هذا وأرجوه اقترابا. الهادي آدم. إجابة صحيحة. الشاعر السوداني الهادي آدم. برافو. مين اللي مؤلف أغنية رصيف نمرة 5 والشارع زحام؟ عمرو دياب. أقسم بالله أشيل لكم النقط كلها.
لو غنيتوها تاخدوا النقطة. حافظين اهو. مدحت العدل الشاعر مدحت العدل واخدت النقطة. رصيف نمرة 5 والمعرض زحام. طيب اذكر اغنية فيها حروف اللغة العربية او بعض حروف اللغة العربية. به فتحة باء بحبك. في اغنية تانية ابجد هوز حطي كلمة ابجد هوز ليلى مراد. طيب ده سؤال المفروض انه سهل لناس بتشتغل في معرض الكتاب. حلو. انما صعب لناس ما قريتش كتير. ما هو العام الذي حصل فيه نجيب محفوظ على جائزة نوبل للآداب؟ وتعثر فريق 1961. تعثرت في الإجابة 1988 وأعلن فوز فريق انت للأسف. الحمد لله التيم بتاعنا اللي كسب. الحمد لله رب العالمين. فكرونا كفرق الساعة الجاية. قد ايه مقدرين مجهودكم، قد ايه مقدرين فكرة التطوع في حد ذاتها، وتحديدا لما يبقى حاجة لها علاقة بمعرض الكتاب. عايزة تعليق اخير من حضراتكم عن معرض الكتاب بشكل عام وعن عمل المتطوعين فيه لسنين جاية قدام ان شاء الله. الحمد لله احنا خلال 7 سنين المتطوعين اثبتوا وجودهم وبقوا قادرين ان هم يقودوا هذه المنظومه، بقى في برنامج مستقر. فكره التطوع في معرض الكتاب ان هو بيدمج الشباب مع الاحداث القوميه عندهم، مع اهم حاجات موجوده في البلد، فبيضمن استمراريه دوت للمستقبل. انا متاكد دلوقتي الناس اللي قاعده هيطلع منهم بعد 20 سنه و30 سنه ممكن واحد يبقى رئيس هيئه الكتاب، ممكن حد يبقى وزير، فيبقى تربى جوه المنظومه دي. فاحنا بعد كده هنشوف دوت زي ما من 7 سنين في ناس كتير كانوا معانا بقوا دلوقتي في مناصب كويسه وبقوا كتاب وبقوا ناشئين وبيشتغلوا في الصناعة كمان، بنبقى فخورين بيهم. انتوا كمان هتبقوا كده، وده حاجه انا متاكد منه، وده الهدف الاساسي من البرنامج، هو نوع من انواع المدرسه المدنيه اللي بقت عندنا، الولاد بيتدربوا فيها بياخدوا خبره بيطلعوا للمجتمع. فان شاء الله يعني بدعم الجميع هنكمل، ويكون برنامج التطوع موجود في السنين الجايه ان شاء الله. وزي ما نحتفل السنه بال 55 بعد 50 سنه يبقى في ناس ثانيه بتحضر دوره جديده ان شاء الله. اشترك في باقات واتشت الشهريه بتبدا من 14 جنيه و99 قرش، وباقات سنوية تبدأ من 150 جنيه.